الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ورحمته للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، الأحبة الأكارم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه موسى عليه السلام فقال له: يا موسى، إن لي عبادا إن جوني أصغيت إليهم وإن دعوني أقبلت عليهم وإن أقبلوا علي أدنيتهم وإن دنوا مني قربتهم. نعم يا ربنا، لأنك أنت الكريم الواسع، ولأنك أنت يا ربنا الوهاب صاحب الفضل الكبير والأمر الرشيد. نعم يا عباد الله، ربنا اختص بعضا من عباده بمزيد من النفحات وبكثير من العطاءات. شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن ينعم على خلقه وعلى بعض من عبيده جل وعلا، فيتقرب إليهم ويقول واصفا إياهم: إنا جوني أصغيت إليهم. والمناجاة هي الدعاء الذاتي بصوت خفيض وبصوت ضعيف، يدل على الاستكانة وعلى التواضع وعلى الإخبات وعلى الخشية. وإنا دوني أقبلت إليهم، لأنه قريب. وقد جاء أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع الناس: يا رسول الله، ربنا قريب أم بعيد؟ فنظر الناس إليه نظرة تعجب وكأنهم يسألونه لما هذا السؤال. فبدأ الرجل يشرح وقال: رسول الله، إن كان ربنا قريبا ناجيناه، دعوناه سرا أو بصوت منخفض، وإن كان ربنا بعيدا ناديناه، رفعنا أصواتنا بالدعاء. العجيب في الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت لهول المفاجأة، أو أنه ينتظر ردا من قبل الله تبارك وتعالى. فلما خيم الصمت على المكان، أخذ النبي ما يأخذه أثناء نزول الوحي. فإذ بالأوامر تصدر من الله العلي الكبير إلى كبير أمناء وحي السماء إلى الأمين جبريل عليه السلام، فإذا بجبريل يجوب الأفاق ويطوي بأجنحته السبعة طباق، وينزل بقرآن على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتلى إلى يوم الدين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرجل الأعرابي يسأل، ومن حقه أن يسأل، وإنما دواء العي السؤال. فهو يسأل النبي عن قرب الله تبارك وتعالى، فكانت المفاجأة أن الله عز وجل أجابه بلغته، لغة العظمة التي يتحدث بها ربنا وقد خلدها في قرآنه المجيد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يجعل هناك واسطة، حتى وإن كانت هذه الواسطة هي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وهذا رفع لقدر النبي، فهو عبد بشر وهو حامل أمانة التبليغ عن الله رب العالمين. لكن طالما أنت أردت من أي موضع وفي أي مكان وأي زمان أن تدخل على الله، دخلت على الله، فأبواب الله مفتحة على الدوام. ما على العبد إلا أن يقول يا رب، فإذا بالله تبارك وتعالى يقول له لبيك. وقد سأل موسى ربه: يا ربنا، إذا ناداك عبدك المؤمن قال وقال لك يا رب، ما تقول له؟ قال: أقول له لبيك. قال: فإن قالها وهو صائم أو راكع أو ساجد أو عابد
أو طائع لك يا رب، ماذا تقول له إذا قال لك يا رب؟ قال أقول له لبيك لبيك. قال فإن قالها وهو مذنب، فإن قالها وهو عاص، ماذا تقول له يا رب؟ إن قال ودعاك يا رب، قال أقول له لبيك لبيك لبيك. نعم، ربنا يرأف بأحوالنا، فهو العليم بأساس خلقتنا، فنحن نثور ونحن نفور. نعم، فربنا يلطف بنا ويتلطف بنا ويتودد إلينا وهو الغني عنا. انظر يا عباد الله، من أعظم الأيام يوم عرفة الذي نحن نسير إليه سيرا حثيثا، فهو من أعظم أيام السنة، بل هو أعظمها تحديدا، وهو في ذلك العشر الأول من ذي الحجة، هذا العشر المبارك الذي يلي في الفضل شهر رمضان بأيامه ولياليه المباركات، وهو سيد الشهور. نعم، يوم عرفة يكون بعد يوم التروية، والناس هناك في بلاد الحرمين الشريفين يصعدون إلى عرفات الله ويجأرون إلى الله أن يغفر ما تقدم من ذنوبهم، وأن يردهم إليه ردا جميلا، وأن يقبل منهم مناسك الحج التي سافروا من أجلها وهم حريصون على إتمامها ونجاحها. نسأل الله لنا ولهم حسن القبول. يحكى في سيرة سيدنا علي بن الموفق رحمه الله، وهو تابعي من الصالحين ومن أجيال التابعين، كان كثير الحج، ففي حجة من حجاته وهو على عرفات الله، في يوم عرفة نظر فوجد الحجيج حوله ألوفا مؤلفة، فبسط ذراعيه وقال: اللهم إن كان من بين حجاج بيتك من الواقفين على جبل عرفات الآن معنا أحد رددت حجه ورددت حجته، اللهم إني قد تبرعت له بحجتي، اللهم إني قد تنازلت له عن حجي. فلما انصرف ورقد في منامه، الله عز وجل أوصل إليه رسالة منامية برؤيا مؤكدة يعاتبه جل وعلا: يا ابن الموفق، أتتسخى علي وأنا الله رب العالمين؟ أتتسخى علي وأنا أكرم الأكرمين؟ أتتسخى علي وأنا أرحم الراحمين؟ وعزتي وجلالي غفرت لأهل الموقف جميعا، قبلت وقفتهم وقبلت توبتهم وقبلت أوبتهم، بل إنني وعزتي وجلالي لأشفعنهم في أهليهم وفي ذرياتهم وفي عشائرهم. نعم يا ربنا، ما أكرمك وأنت الكريم، وما أحلمك يا مولاي وأنت الحليم، ما على العبد إلا أن يقول يا رب. لكن عبد الله هذا علي بن الموفق رحمه الله يؤثر إخوانه على نفسه من شدة محبته لأهله من المسلمين، إنما المؤمنون إخوة، فهو يقصد أنه رحمه الله رحمة واسعة أن يجبر خاطر أولئك الذين كبرت معاصيهم أو حالت دون أن يقبل الله حجتهم، فهو يريد أن ينفق ويسعى ويتصدق، لكن الله تبارك وتعالى قال له: ما ينبغي لك أن تقول هذا، وما هذا من عملك ولا من شأنك، فإنهم ضيوفي وإنهم زواري في بيتي، وأنا ربهم الذي خلقتهم، وأنا أرأف بهم، وأنا ألطف بحالاتهم، وأنا أرحم أحوالهم. وهذا هو الذي تعودناه من الكريم الواسع، من الغني القوي. وقد جاء في موروثات نبي الله شعيب عليه السلام أن الله عز وجل قال له: يا شعيب، هب لي من رقبتك الخضوع، ومن قلبك الخشوع، ومن عينيك الدموع، وادعني فإني قريب. ما على العبد إلا أن يطأطئ رأسه وأن يستشعر الخشية لله تبارك وتعالى، وما عليه إلا أن يملأ قلبه مهابة لله فيحصل له الخشوع في القلب، وما على العينين إلا أن تسحان بالدموع هيبة لله وإجلالا. هذا القرب واضح والسبيل نائر، ومعروف أن المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة، دعوة مستجابة،
لذلك فإن المظلوم يدعو ربه على الظالم ويستعين به فيناديه الله من عليا سمائه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والحين عند الله لا يستغرق وقتا ولا يحتاج إلى زمان، إنما ربنا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فعلينا أن نسارع إلى مرضات ربنا، وعلينا أن نسعى جاهدين أن نلبي دعوة الخليل وأمر نبينا محمد: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. لنقف هناك في عرفات الله، على جبل عرفات، ننادي الله ونناجيه وننادي ربنا ونناديه ونبكي بين يديه ونطلب منه المغفرة والرحمة. هو صاحب المغفرة وهو أهل المغفرة وأهل الرحمة. اللهم أنت أهل المغفرة وأهل الرحمة، رحمتك تصل إلينا ومغفرتك تصل إلينا، ونحن نتعشم في وجهك الكريم أن تكرمنا بزيارة لبيتك المحرم وبوقفة طويلة جميلة أمام مقصورة نبيك الأعظم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واجعلنا من الذين يصومون يوم عرفة ومن الذين يحرصون على الطاعة في ذلك اليوم العظيم. اللهم حقق لنا ما نرجوه في ديننا ودنيانا وفي آخرتنا، فأنت يا ربنا نعم المأمول وأنت الموفق لما فيه كل خير. يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأحبة الأكارم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.